من أراد أن يقيم شريعة الله في الأرض وأن يخدم بلده فليجمع بين أبناء البلد ولا يفرق، وليؤلف ولا يمزق، إذ معلوم للجميع أن سياسة فرق تسود سياسة الاستعمار القديم في بلاد العرب والمسلمين، وأن سياسة تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ سياسة الاستعمار الحديث. كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحدا. فالشريعة الإسلامية طافحة بالنصوص التي تدعونا للاعتصام وللتآلف وللمحبة. بر الوالدين دعوة للتجمع والتأليف بين القلوب. لماذا الشريعة دعتنا لبر الوالدين؟ في مقصد كبير من أجل أن تترابط العائلة، النفقة على الأولاد دعوة للتجمع والتأليف بين القلوب، صلة الرحم دعوة للتجمع والتأليف بين القلوب، رعاية الزوجة والزوج دعوة للتآلف بين القلوب، الإحسان إلى الجوار، العطف على المسكين، مساعدة المحتاج، المشي في حاجة أخيك، إفشاء السلام، الإعانة على البر والتقوى، الإصلاح بين المتخاصمين، السماحة في البيع والشراء، الهدية، عيادة المريض، إجابة الدعوة، وغيرها وغيرها كثير كثير، ولجميعها نصوص تحفظون كثيرا منها تصب في هذا المقصد، أن يتحول المرء المسلم، أن يتحول الإنسان إذا أراد أن ينضبط بالشريعة ويخدم بلده، أن يؤلف ولا يفرق. على الطرف المقابل، النهي عن الغيبة. لماذا نهت الشريعة عن الغيبة؟ حتى لا يتفرق الناس. الحسد، النهي عن الحسد، النهي عن الحقد، النهي عن البغضاء، النميمة، النهي عن قيل وقال، عن إضاعة المال، عن المراء، عن الجدل، النهي عن الظلم، عن المماطلة بسداد الدين، عن الغلظة، عن الفظاظة، عن الرفث، عن الصخب، عن أذية الجار، النهي عن قطيعة الأرحام، وغيرها كثير كثير، ولكل منها نصوص تحفظون كثيرا منها. المقصد كلها تصب في مقصد التآلف، التعاطف، التآخي، التحابب، التعاون. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.